كل طالب اسماء الطلبه يا جماعه، كل طالب وحصته بيتعلم عليها. اسماء الساعة 2:30، يعني لسه ما خلصناش اليوم، الساعة 2:30 ودي حصيلة اليوم لسه جدول في البداية. بس الجدول الكامل وادي الجدول اهو. بص حضرتك بقى الناحية التانية، الجدول كل حاجة بالأساتذة اللي موجودين. دي أسامي الطلبة. أسامي الطلبة. بس الفلوس دي عايزين بقى كشف بالأسامي. هنعمل محضر وهنقرر المبالغ دي وهنعمل بيها محضر وهنبعتها للنيابه العامه. هنعمل قرار غلق. احنا حرصنا اسماء المدرسين اللي هم موجودين في السنتر والمبالغ المتحصلات نتيجه يوم ده حوالي 4,500. ده دول ممكن يكونوا في ساعه مثلا ولا حاجه. دي الفلوس يا جماعه. احمد بيه بقول لك يا محمد.